السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله عندي لكم هاد التوب فيه متر ونص إن شاء الله، وغادي نخرجوا ببيجامة زوينة. وعندنا إن شاء الله الكمان غنديرهم واحد اللون آخر اللي اختاريت البيض، وغادي يجي زوين إن شاء الله. تبعوا معي المراحل وإن شاء الله غادي تعجبكم. كما كتشوفوا التوب راه خديته طويتو على 4، عطاني في جليل 38، يعني 38 مزيانه في جليل كافيه. هنا البنات هو كما كتشوفوا التوب مطوي على 4. حيدنا هنا ديك الحاشيه اللي كتكون من الفوق، حيدتها باش ان شاء الله ناخذ القياسات. كما كتشوفوا القياسات تران، يعني شرحتهم شحال من مره، ولكن اللي محتاجه نعاود لها الشرح ما عندي حتى شي مشكل تخليها لي في كومونتير ان شاء الله، وغادي ندير درس اخر. مرحبا. حددنا العنق، حددنا الكتاف كما كتشوفوا هو طيحنا بثلاثة. هنا التركيز كما كتشوفوا دورناه. هنا الإيفازي كندخلو بجوج سنتيم ألا واحد ونص سنتيم. من عند النقطة ديال الإيفازي غادي نخرج بالزيرو نيشان، لأن جليل يعني النيشان تشوف فيه متر ونص، يعني غادي يجي نيشان مكاين ما نحيد في الجناب. حاولت نقرب لكم الكاميرا باش يبان لكم، رغم انني درت طباشير حمر ولكن ما باش. دابا خدينا القياسات، غادي ان شاء الله غير نقطعوا التوب ديالنا ومن بعد نكملوا معايا المراحل ان شاء الله غادي تعجبكم. هنا البنات كما كتشوفوا هنا غادي نقطعوا التوب ديالنا صافي باش نحيوا داك الزائد اللي غادي يبقى لينا، هو باش غادي نعملو الفرافر في الكمام. يعني هاد متر ونص حتى حاجه ما غادي يطيح، يعني غادي تجي نيشان ان شاء الله، ونتمنى تعجبكم. هاد ها انتم هو هذا الزائد، هذا هو مناش غندير الفريفرات في الكمام. ايوا البنات كما قلت لكم هاد التوب هذا اللي شات لينا ما غاديش يضيع، غادي نصيبو به الفريفرات الكمام. المهم خليكم معنا، التفاصيل راه باينه، يعني كلشي واضح. حنا غناخدو الطول ديال البيجامه باش نحدو الطول ديال البيجامه ان شاء الله، ونقادو من جناب نطلعها بواحد جوج سنتيم، لان ما فيهاش العرض في الجليل. غادي نطلعيه بواحد جوج سنتيم كما كتشوفوا، راه هي جوج سنتيم. من بعد غادي نقدم معكم ان شاء الله واحد الكول اللي كيجي زوين، كول في كاري، يعني هو كيجي كاري من الفوق وكتجي في من التحت. الصراحه كيجي زوين زوين بزاف، خصوصا في البيجامات كيجي واعر. سمحوا لي البنات الا كنطول لكم الفيديو، ولكن راه كنبغيكم تشوفوا جميع التفاصيل. هنا غادي ناخذ 8 سنتيم ديال العنق معروفه، وغادي نهبطوا هنا ب 18، وكاين اللي كتهبط حتى ل 20. اللي بغيتي شويه واسع كتهبط 20. انا كيعجبني 18، كيجي زوين كيجي هو هذاك. المهم كنهبطو ب 18 وكندخلو ثاني ب 8 سنتيم باش كنحصلو على واحد المربع، وكنحدوه يعني كنطراسي وكنحدوه مزيان باش يبان لينا. هذا اللي بغات تكون كاري، هذا هو العبار المضبوط، كيجي زوين. وكما قلت لكم اللي بغات 20 راه كتهبط. هنا غادي نحدو الكاري ديالنا باش غادي نحدو باش نقادو الكول كاري في اللي بغينا حنايا. غادي نقسمو هاد 18 على 3 كما كتشوفوا، وغادي نمشيو هاد النقطه الاخيره هادي، وغادي نوصلوها مع النقطه الاخرى. تبعوا معايا وغادي يبان لكم، يعني الشرح راه مفهوم وكلشي باين واضح. هنا طراسينا الكول ديالنا وغادي نقطعو. من هنا لهنا كندير 8، من هنا كندير 18، وهنا 8، اللي بغات 20 كتكمل 20، 18 كتزيد نقسمو على 3، من هنا كناخدو نقطة النقطة الأخيرة كنقسمو على 3، هنا كنجيو كنلاقيوها بالقطعة. هادشي اللي كاين البنات، وكيجي كول زوين. نجيو من هنا، بسم الله بسم الله، اللهم صل على سيدنا رسول الله. هذا هو العنق البنات، وهذا هما كما تشوفوا، وهذا كيجي
كولتا ريفي وخليكم معنا. دابا حنا غادي نمشيو ان شاء الله باش نفصلوا الكم ديالنا اللي هو هذا. غندخلوه اولي اولي الناس كناخذوا القياس اللي درنا في التركيز 24 ها هي وكنهبطوا من هنا لهنا كنهبطوا 10 كنجيو كنلقيو هذه كنلقيو هاد القنيته مع هنا هاي الناس كنلقيوها مع هنا هنا كنجيو كنطراسيو النص ومن بعد كنقسمو تاني هادو نقسمو هادو هنا هنا البنات كنخرجو بسنتيم كنخرجو بسنتيم وهنا كندخلو بسنتيم كنجيو بهاد الطريقة هادي كنديرو بحال هكا هانتوما البنات نتمنى تكون واضحة ليكم سي دابا تانا غير 40 سنتيم غندير لها الفريفرات يعني غندير لها غنخلي لها غير 32 دير 35 هنا دير 16 سنتيم نلقي بهاد القنيته مع هادي ناخذ هاد البيستولي اللي كيخرج لينا العيب دوزكم ديالنا كما كتشوفوا وهذا وهذا من بعد غنديروا فريفرات هنايا الكمام وهانتوما معنا ان شاء الله حتى نكملوها هانتوما الناس انا قطعت هاد التبطين هذا شفتوا انا هنا في العنق شفتوا وهذا ديال العنق ودرت هذا يعني كناخذو هنا شي 7 سنتيم هنايا هانتوما هو هذا ودابا غنديروه البيجامه من الفوق هانتوما الناس هذه البيجامه هي هذه وهذه وهذا التبطين هذا غنديروه من الفوق من هنايا بهذه الطريقه البنات ها شفتوا باش يعطي منظر حيت غنديروا الكميه من الابيض المهم البنات هانتوما كما كتشوفوا هذا هو التبطين اللي درنا غادي نخيطو على الكفه ديال الثوب شفتوا غادي نخيطوه هانتوما ومن بعد غادي هاد سميتو غادي نطويو على الوجه ديالو باش يجينا بحال هكا هانتوما البنات نخليكم معنا ان شاء الله وكان الثوب ديالنا هانتوما البنات شفتوا دابا غادي نقلبو بهاد الطريقة هادي نقلبو مع البنات هانتوما البنات شفتو هانتوما البنات شفتو كيفاش كيجي زوين ومن بعد غادي نخيطو تاني هنايا وعاد ان شاء الله باش نديرو الفرنجة
كنضرب شويه باش نديرو التقميزه. ها انتما البنات شفتو كيفاش كيجي، كيجي فيه زوين. هنا غادي نجي تاني بالنحاس هي باش باش كنضربو هاد العيب هذا، كنجيبو هادي هنا وغادي نمشيو ندورو تاني. هانتوما البنات شفتو كيف تلجى، تلجى لكم زوين، تجي بحال هكا، نوريكم البنات، هانتوما كيفاش، نركب كيف ترافل، دابا راه نركبو لي تاهو الفرنجة، هانتوما البنات هاهي البيجامة سالات، كيما كتشوفو كيفاش جاتكم، نتمنى إن شاء الله تعجبكم، شكلها صراحة جا أنيق، دابا الكميمات لي دخلنا في الأبيض، والفريفراز. صراحة جات زوينة أو غاسعة من التحت، هانتوما شتو يعني راه فيها العرض من التحت، واخا مكانش فيها يعني واخا ميترونس، هاهي البيجامة جات وافية وزوينة وعريضة، هانتوما على قد السيدة ديال ولادها. المهم البنات نتمنى إن شاء الله يعجبكم هاد الموديل، وإن شاء الله دابا ندير لكم موديل الشتاء إن شاء الله، شوف هاد التحشيرات لي درت ليها هانتوما شتو، صراحة جا موديل راقي. البيجامة ديال اليوم أو الشكل ديال اليوم يعجبكم إن شاء الله، غادي نجيب لكم جديد مرة أخرى إن شاء الله. وما تنسونيش خوتي كيف عاد ما تنسونيش بلايك الزوين ديالكم والتعليق الزوينة، راه كتحفزني وكتشجعني إن شاء الله نجيب لكم دائما جديد. وشكرا للناس كاع اللي كدعم قناة طاقة الأمل مع سعاد، مرحبا بكم في أي وقت، واللي بغات شي حاجة مرحبا بها، ومع السلامة ومبروك عواشركم، عيد مبارك سعيد. سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فأنت له، تعبت مني فك